اهلا وسهلا فيكم ببرنامج جامعة الشاقة، رح نكون معكم طيلة شهر رمضان عبر اورينت. خليكم معنا لحتى نتعرف على الاخ حافظ ابو احمد اللي بيشتغل بمهنة من اصعب المهن. السلام عليكم. اهلين عليكم. عرفنا حافظ خالد الدياب. حياكم الله، اهلا وسهلا. تفضل. كيف الاجواء اليوم رمضان؟ الاجواء الحمد لله رب العالمين، شايف الاجواء هدوء والحمد لله، وشهر كريم وشهر خير. حياكم الله، الله يرزقكم وييسر عليكم. امين يا رب. قاعد يعملها تمام. ايش هيك اصعب اشياء بتعايشوها برمضان؟ المعامله مع زبون. ليش؟ كيف يعني؟ ايش بيصير معكم؟ زبون بيشتغل بادلب سعر وبريحه سعر، ونحن بين ضيعب بين مدينتين كبار، مدينه اريحه ومحافظه الديب. هن متوفره عندهم الكهرباء، رحنا غير متوفره عندنا الكهرباء، عندنا اجر رحنا. اما هنو تعريف كهرباء عنده كهرباء، ما هو عنده مولدي، وما بنصير نشغل بشكل دائم مشان الجيران، تعرف الدنيا صيام مريض وكذا، والمولدي صوته مزعج بشكل عام يعني. هذا بنعاني منه مع زبون. طيب ايش بتختلف ايام العاديه عن ايام رمضان اللي هلا عايشينها نحن؟ ايام رمضان حلوه، شهر كريم، شهر فضيل، رائع شهر رمضان، بس الاوضاع المعيشيه بتعرف انت صعبه علي وعليك وعلى كل مواطن. بالنسبة للصعوبات يعني بهي الأيام، كيف عم تواجهوها؟ كيف عم تتغلبوا عليها؟ هون الصعوبات المواجهة، أول شغلي أول بند هي قلة الكهرباء. عندنا ما في كهرباء أبدا، مع أنه رحنا بين مدينتين كبار بين أريحة وإدلب، والزبون بشكل عام وقت نطلب منه بيحسبنا أنه عم ننهبه عم نسرقه. رحنا وضعنا غير إدلب وأريحة لأنه ما عندنا كهرباء. وضع المعيشة، المازوت، غلاء المازوت، وخط الكهرباء بعيد عنا هون 20 متر، هو ورا البيت هذا ب 20 متر، وطلبنا منه المحولات وطلبنا منه كذا مشان زبون يكونوا مبسوطين ورحنا مبسوطين، عدم ايجابي ابدا. هذا الوضع اللي بنعاني فيه، زبون بحسبك انك عم تسرقه، انا ما انا عم بسرقه لاني انا عندي غلاء مازوت، عندي تكلفة فيه بالعمل، بدي احاول زيد 5 ليرات عن زياده اجوري لحتى نتوفي معي. ايش هيك اطرف موقف صار معك كمان؟ ايش هيك قصة هيك صارت معك هيك موقف طريف؟ بصير شغلات كثيرة معنا، ضحك مع زبون مثلا، زبون يكونوا مبسوط ونحن مبسوطين، وبالنهاية نحن واحد. طيب ايش اللي بيختلف هاي الايام عن الايام العادية؟ هاي الايام رمضان خصوصي انه اليوم حر، انت بتعرف ايش بتختلف عن الايام العادية؟ ايام العادية بتختلف من السماء للارض، نشرب كاس شاي هوني كذا، هون بدي يكون لك مقيد في عمل واحد، شغلك صيامك عملك تدبير المعيشي للفطور. في كتير ناس هيك بدي اخلاق برمضان، يعني انت كيف تتعامل مع الناس بهذا الوقت؟ يعني نتحمل بعضنا، هو التحمل اهم شيء، لانه هو حاله وحاله واحد والوضع واحد، ما انا احسن منه بشيء. كيف بتقضي وقتك منقضيها في البيت، وين بدنا نروح؟ ما في. مع العائلة ولا مع رفقاتك؟ بتطلع ممكن يكون عندك رفقات مثلا تلاقيهم بعد الافطار؟ لا والله مع رفقاتي اكثر من عائلتي، لاني بحبهم كثير. بتحب رفقاتك اكثر من العائلة؟ ليش؟ ايش اللي فيه زيادة عن العائلة؟ مع انه هدول اولادك وعائلتك يعني مرتك. لا كلهم، هذا وضع خاص، انا بحب عائلتي وبحب اولادي وبحب اصدقائي، بس هوني بتفضي عن حالك بالبيت نكد. العيشة نفسها والنكت نفسه ما بيتغيروا. ما بيتغير. كيف بتختلف أوقات دوامك برمضان عن باقي الأيام؟ بتختلف كتير، بتختلف كتير. هوني مرات بنتأخر بعملنا، بنتأخر بشغلنا، هوني عندك توقيت، بدك تروح تفصيل، بدك تقعد مع عيالك تنبسط، أيام فضيلة يعني، صلاة وعبادة وصلاة تراويح، هاي ما بصير روحة منا. في كتير ناس بتتضايق برمضان وبتعصب، انت كيف بتتعامل مع التعصيب؟ يعني انت من هدول الناس اللي بيعصبوا ولا لا؟ ما في شخص ما بيعصب، ما في شخص ما بيضحك، ما في شخص ما بيمرح، بس بالنهاية اليوم بدي يمضى، ان كان فرح وان كان حزن. كيف بتتعامل مع هاي العصبية؟ بتعامل فيها في كل روح رياضي على الهاتف. ايش اللي ممكن يعصبك بالشغل؟ ايش هو اللي ممكن يعصبك بالشغل؟
بالمعاملة مع زبون مثلا بحسبك بتطلب من زبون 10 ليرات بيعطيك 5 ليرات، أو بتطلب منه 15 بيعطيك 10، بحس إنه فيها لغز الموضوع، عرفت؟ كونه الزبون يعني مواطن مثلي مثله، المعيشة هي صعبة عليه وعلي. إيش أطرف موقف هيك صار معك؟ إيش هيك أطرف موقف صار معك؟ بصير معنا شغلات كتير. هي مثلا بيجي واحد لعن جاري بيضيع بيني وبين دكانه، بيقول لي انت اشتغلت لي هيك، بيطلع جاري مشتغل وبضيع الحكايه وهيك، عند اخير بتنحل بضحكي وبوسي والحمد لله بترجع الالفي مثل ما كان. ايش هيك اصعب موقف صار معك؟ اصعب موقف صار معي اجاني زبون من ادلب، عرفت؟ اشتغلت له شغلي، طلبت الاجر، قال لي لا بتلي عم بيشتغلوها هيك. قلت له يا اخي ادلب عندهم كهرباء، انا ما عندي كهرباء، انا عندي مولدي، عرفت؟ هاي اصعب موقف صار معي، يعني حسيت بالاحراج. كيف بتقضي وقتك بعد الافطار؟ مع مين بتقضي؟ يوم مع عيالي ويوم مع رفقاتي مع اولادي كذا هيك، والحمد لله رب العالمين. طبعا احنا عم نحكي كونه اول يوم رمضان، بس هيك بدنا نمضي يعني مع الاصدقاء مع العيال. الله يعطيك العافيه، حياكم الله.